يروى في أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جالس مع الصحابة قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل. يوم الثاني نفس الشيء، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. يوم الثالث نفس الشيء. قال لها أحد الصحابة تبعه فبات عنده كم يوم، نعم عنده كم يوم عمره عنده، فما شاف عنده زيادة أعمال، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فإذ بأنت هذا الرجل ولا شفت عندك زيادة أعمال في هذا الأثر يعني الوارد. فقال أخبر بأمر هو عسير على من وفق الله يسير، قال لا أبات وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين، لسلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من صفات أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صنع متقابلين. سلامة القلب من الحسد ومن الغل ومن الضغينة ومن الحقد. الله يسلم قلبكم.